بإنتاون اليوم مونتي كاسينو كازينو أوتيل بوتيك أوتيل بجوني هالأوتيل يلي فعلاً بسبعين أوضة هاي تك كل شيء مأمن داخل هالأوتيل وخاصة الأجواء الحلوة والدافية. معنا اليوم إليسار دميان مالكة الأوتيل ومديرة كمان, أهلا وسهلا فيك. بونجور كاتيا. هالبوتيك أوتيل أول شيء لما نقول بوتيك أوتيل شو الهدف من هالتسمية؟ أوكي, مونتي كاسينو هو بوتيك أوتيل, صراحة هو 20 غرفة مش 70, صار غلط شوي. هو البوتيك أوتيل الفكرة تبعيته هو اهتمام بالكلاينت أكتر من البوتيك, من الأوتيلات الكبيرة الماس. بوتيك أوتيل بيبقى عنده كل المواصفات الأوتيلات الفايف ستارز الكبيرة بس بمحل أصغر, كل السيرفيس, كل السيرفيسات بالغرفة, بالمطاعم, بالكونفرنس رومز موجودة بس كلها على نطاق أصغر من الأوتيلات الكبيرة. مونتي كاسينو بوتيك أوتيل من سنتين وشوي فتحنا, نحن موجودين نكست جنب كازينو لبنان, عنا إطلالة يلي هي إطلالة الجوني باي بمنطقة جوني. بوتيك أوتيل بنوجد لأنه بالمنطقة صراحة ما في بوتيك أوتيل بجوني, وكان في كتير طلب على هذا الموضوع, ونحن وي ار فاميلي بزنس عملنا هذا المشروع وأمنا أنه هذا المشروع رح ينجح بالمنطقة اللي نحن فيها. وهذه الفكرة كانت البوتيك أوتيل to personalize العلاقة بينك وبين الكلاينت. الكلاينت بيجي على الأوتيل بيكون كتير مرتاح لأنه معروف شو عنده شو بده يعمل, بيرتاح أنه منه هو نمبر مارق بهالأوتيل, بيبقوا مهتمين فيه أكتر. الكونسيرج عنا بيبقى مهتم كمان بكل الاكتيفيتيز اللي بده يعملها, بكون طالب منه شو بده يعمل, وهيدا البارت اللي نحن عم نشتغل عليه كمان از هوتيل اداره. يعني بمونتي كاسينو عندنا فينيو على الروف توب, مقسم لفينيو بيستقبل الحفلات الخاصه, وبارت يلي هو على البول حتشوفوا بعدين صور يلي هو بيستقبل كل يوم زوار, هو ريستو لاونج. عندنا شغلة كل نهار جمعة, عندنا مول إفريت أوبن, نستقبل كمان كلاينتس, وإفري داي ووك إن عندنا برانشز قعدات. خلينا نشوف فيديو وعرفنا أكثر عن هل بوتيك أوتيل وبنرجع منتابع. مونتي كاسينو بوتيك أوتيل, فإذا بجوني شارع كازينو لبنان, وطبعا الفيو بهالمنطقة معروفة كتير منيح. كنا عم نشوف الأجواء, عم نشوف أنه في مطاعم, وكمان مميز بهالأوتيل أن المطاعم تستقبل فإذا الناس حتى لو ما كانوا نازلين بالأوتيل. فإذا مولي فريت كل نهار جمعة وعلى الأعياد شو هي؟ على الأعياد نحن عنا عامرة مثل ما بيقولوا. أول شيء عنا حفلة رأس السنة حيكون على الروف توب, هي سهرة منوعة, في عندك منيو, ست منيو بلس لايف ستيشن, كذا لايف ستيشن, عنا ميوزيك, عنا ساكسوفون, عنا دي جي وباراد, يعني سهرة حتكون كلاسي اند نايس. عنا على كريسمس داي اون ذا 25 على 25 الشهر في بوفيه كمان للعيال مع انترتينمنت للاولاد. هي البوفيه كثير نحن حتشوفوا كمان صور انه كثير منحب انه بنعملها فيري نايس, العالم كلها بتنبسط, تتكون العائله كلها يعني. هيدا الاوتدور يلي صار مسكر بالشتاء بينقعد على البيسين وعلى البي كله الفيو, بيستقبل الصبح ظهر عشيه, ويعني بيستقبل كل الزوار. وكان كمان عندنا شغله كثير حلوه عاملينها لزوار الكازينو يلي بيجوا مأخرين بالليل. اجمالا الاوتيلات بتقليك early check out, breakfast الساعة 10:30 11 بتخلص, نحن هون عاملين special case
كل الزبون او كلاينت بيجي مأخر بيقدر يعمل ليت تشيك اوت، بيقدر كمان البريكفاست تبعيته لحديد الساعه 1 1 ونص يقدر يتروق. يعني تقدر يعني اذا كان بده ينام ويرتاح اكيد، لانه هو بيجي مأخر بيجي مأخر من سهرته. سو هيدا الشيء كمان مميز عنا وعم بحبه كثير، لانه نحن ووك ان يعني عادي. هون عنا صور للفنيو يلي هو ريلي برايفت بارتيز. السنة كتير أخذنا انجيجمنتس، انيفرساريز، بيرثدايز، برايفت دينرز. الاندور تحت بالاوتيل مش الاوتدور كمان بيستقبل حفلات. كمان في شغلة هي السيمينار روم عنا إياها لحدود 70 شخص مع هاي تك، كل شيء مأمن بقلبها. بيجوا شرك كتير بالمنطقة يلي ما كتير بينزلوا على بيروت، يلي نحن بين طرابلس الشمال والتقريبا المتن كمان عم بيجوا لعنا. هون في صور لللوبي. نحن مميزين بالديكور، الأوض ديكور كتير جديد حلو هاي تك. You can go into booking.com تشوفوا الصور، بتقدروا تجوا. تليفونات رح تبين كمان بتقدروا تسألوا. في أوفرات كمان لغرف معينة for dinner، غرف مع دينر كمان على ريسبشن بيساعدونا أكتر. هيدي صورة الفساد والجوني is something to see. يعني العالم قلت قبل بمرة بيروحوا على موناكو ليشوفوا منظر، وموناكو موجودة عندنا بلبنان هون. عنا اوبن مولي فريت كل نهار جمعه. في كمان سبا بال مزبوط. هو منه سبا كبير، هو اكثر انستيتيوت اون ابوينتمنت بيسز. بيعملوا كابلز سبا، بيعملوا فيشلز. هو اكثر اون ابوينتمنت، يعني الزبائن بيتصلوا بياخذوا ابوينتمنت. اتس نوت ان اوبن افري داي. لا نزلاء البوتيك لا برا او لا برا كمان كله بس اون ابوينتمنت بيسز. هيدا الفانيو يلي عنا اياها على الروف توب بتستقبل حوالي 120 130 شخص. هون البوفيه يلي بنعملها. كمان هيدي كلها للحفلات الخاصه يلي بتكون ابون كمان يعني طلب الكلاينت من قبل بوقت. أي. والاكل مميز كمان عندنا كل انواع الاكل. في عندك انترناشونال وحسب الطلب، ممكن لبناني، انترناشونال، ايطاليان. طبعا حكينا انه عيد راس السنه رح يكون مميز بسهره عيد راس السنه رح تكون مميزه بالمونتي كاسينو بوتيك اوتيل. نعم. وانا عم نشوف على كل حال كمان. نعم هيدي الحفله هي شوية ثيم عاملينه كانك بفينس. فينس ان مونتي كاسينو شوي حيكون الاجواء. يو ار ان ايطالي ان فينس. ان شاء الله يصير استقطاب وحيشوفوا انه شغله كثير حلوه. يعني بلشت شوي العجقه بلبنان، نتمنى اكثر واكثر. حبيت فكره الكونسيرج اللي يعني مش بس بيكون موجود بالاوتيل بيعرف الاشي، يعني بيعرف كل شيء اكيد موجود بالاوتيل، بس كمان بيقدر يكون جيد تورستيك بعد شوي. مزبوط. هو الكونسيرج فكرته هي جيد لكل كلاينت. اوقات الكلاينت قبل ما يجي بيتصل انه انا عندي بروجرام بدي اعمله، بليز بتامن لي عشاء، سهره، جورني. بيكون هو عامل له البروجرام كامل ليقدر يتحرك بلبنان مع درايفر، مع برايفت تاكسي. ممكن عنده اولاد بده حدا معهم هيلبر. الكونسيرج هو بيتعاطى اكثر مع الكلاينت عن قريب، بيساعده بكل الاكتيفيتيز اللي بده اياها. يس، هيدي شغله كثير مهمه بالاوتيلات، وهون اكثر بتكون بالاوتيلات البوتيك اوتيل لانه عنده الكونتاكت دايركتلي مع الكلاينت. سو هيدا بنشتغل عليه نحن كمان بمونتي كاسينو. وطبعا السويمينج بول بيفتح بالصيفيه. اتس نوت كلوزد وان، اتس ان اوبن وان. سويمينج بول صراحه اجا كثير ارتست وكثير مشاهير استقبلناهم بمونتي كاسينو. كله بيجي بياخذ صوره على هذا البول لانه بيجي كثير حلو على البي على جوني بي. اتس فيري ريلاكسينج، اتس فيري نايس، اتس كوزي ات ذا سيم تايم. منه عجقه. اللي بحب يكون انتيم بيقدر يقعد، واللي بحب يعمل جو ثاني كمان عنده الفاسيليتيز الموجوده. اذا اكيد شفنا كل الكونتاكتس على الشاشه لكل اللي بحب يتصل ويعرف تفاصيل اكثر. وبنرجع نذكر فاذا مونتي كاسينو بوتيك اوتيل بجونيي بشارع كازينو لبنان. وكل اشياء مامنه بهالبوتيك اوتيل لحتى اللي يكون النزلاء مرتاحين 100%. انا بعزم الجميع. أول شيء بتشكر الام تي في، نحن مش أول مرة عم نطلع معكم. وبعزم اللبناني يجي على مونتي كاسينو يقعد
ياكل من الاكل، اذا عنده اي انيفرساري اي حفله بده يعملها او اي ذكرى بحب يجي ينزل بالغرف يشوف، حتى ما عنده يجي يتفرج، لانه شغله كثير حلوه بالمنطقه ونحن كثير وي ار براود انه عملناها. شكرا لك ولوجودك معنا. ثانك يو. وفي هلا وبنرجع بنتابع لايف.